والآن جولة على المشهد السياسي مع زميلة ريف عقيل. مساء الخير ريف. مساء الخير رامز. تفضل. شكرا. تحرك المشهد السياسي باتجاه عدد من الأطراف والملفات، سياسة ونزوح ورئاسة واقتراحات قوانين معجلة مكررة، لكن مشهد مجلس النواب يوم الخميس والشرخ الواضح في المواقف يشي بصورة تعثر الملف الرئاسي، ولا سيما لجهة قرار سفراء الخماسية استئناف جولة جديدة مع الكتل. وفي المعلومات أن لقاء السفراء مع الرئيس نبيه بري لم يخرج بخلاصات واضحة، وإنما ثمة تمنيات ترتبط الجدول الزمني لحلحلة الأمور. وقد علمت الجديد أن الخماسية ألمحت لرئيس المجلس أو نصحته بدراسة مسألة الخيار الثالث بعدما تلمسته من عواقب وعثرات أمام مرشح الثنائي سليمان فرنجي. إذن اجتماع روتيني بين سفراء اللجنة الخماسية ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، وإن غابت عنه السفيرة الأمريكية ليزا جونسون بداعي السفر وحلت مكانها القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية. السفير المصري علاء موسى أكد أن اللقاء كان إيجابيا وخطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولا إلى انتخاب رئيس، وقال إن رئيس بري طلب وضع إطار زمني لهذه الانتخابات. تعلموا احنا في خلال الفترة الماضية كان لدينا جولة على كافة الكتل السياسية، استمعنا منهم الى ارائهم وتقييماتهم، وايضا كان لديهم العديد من الاستفسارات والايضاحات اللي ايضا يمكن ان تساعد على ان الصورة تكون مكتملة وتجعلنا نذهب الى الامام، وده كان يمكن الهدف من لقائنا اليوم مع دولة الرئيس. اطلعناه على نتائج جولتنا وطرحنا عليه عدد من الاستفسارات واستشرناه في بعض الامور اللي محتاجة ايضاحات، وفي الحقيقة دولته كما هو العادة وفانا بكل هذه الامور، ودي اجابات اتصور انه هتساعدنا كثيرا في الفترة القادمة عندما نتواصل مرة اخرى مع الكتل السياسية التي كان لديها هذه الاستفسارات. لكن اللقاء بشكل عام كان ايجابي وخطوة جديدة. الحوار او النقاشات هي تفضي الى شيء توافقي، وده شيء في غاية الأهمية، إنه جلسة نيابية يدعو عليها دولة الرئيس بري وبنصاب كامل، وده أمر شيء أيضا في غاية الأهمية. الأمر الثالث إنه دولة الرئيس بري تحدث اليوم عن أهمية وضع إطار زمني لهذه الانتخابات، فنرجو إنه الفترة القادمة تجعلنا نصل إلى هذا الإطار الزمني اللي هو هيبقى قريب بقدر كبير. التقت كتلة الاعتدال الوطني رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وذلك في إطار مساعيها القائمة على مبادرة الاستحقاق الرئاسي، كما جرى عرض آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. كان معالي كتير متجاوب وكان طالب منا الاستمرار والعمل على إنجاح المبادرة، وهو كتير مساهم لإنجاح المبادرة في موضوع الشكليات وموضوع المضمون، فهو متساهل بتنا سوا وعم يطلب منا نكون متجاوبين بهالأمر ونضل مستمرين وما نمل وما نوقف عند أي خائط مسدود. اعتبر النائب ميشيل الظاهر في حديث للديار أن القيادات المسيحية بعيدة كل البعد عن واقع الأزمات وعن هواجس ومخاوف المسيحيين الحالية والمقبلة، وهي تتلهى بالتبريك على بعضها البعض، فيما لم يعد أي مواطن مسيحي يعير أي اهتمام للصراعات والسجالات السياسية العقيمة واليومية بينها. وقال أن الأحزاب المسيحية مثلا تحصر المواجهات فيما بينها حول الأصوات التفضيلية، ولكن إن لم يبقى البلد فلن يبقى هناك لا أصوات ولا مواطنون. وأكد أن أنانية المسؤولين هي المسؤولة عما وصلنا إليه اليوم، لأن كل مسؤول يفتش عن مصلحته الخاصة والأنية، فالمسيحيون هم مسؤولون عن أقصاء أنفسهم عن السلطة وليس أي طرف آخر، خصوصا أن البلد على كف عفريت وعلى جميع القادة المسيحيين التداعي للاجتماع فورا واليوم قبل الغد. وعن الملف الرئاسي يرى ظاهر أن المسيحيين قد أبدعوا في رهاناتهم الخاطئة، وإن لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية في حزيران المقبل فنحن نكون أمام مشكلة كبيرة.
هذا وردت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية على الظاهر واصفة المساواة بين من يعطل الانتخابات وبين من يسهلها بالخطأ والخطيئة، مشيرة إلى أن التعميم بين القيادات المسيحية في غير مكانه. ورفضت القوات في بيانها الجمع بين من يضع مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وبين من يتنقل في مواقفه من جهة إلى أخرى سعيا لهدفه الأوحد وهو السلطة، أو بين من هو سيادي يتصدى لنهج الدويلات وبين من يغطي السلاح غير الشرعي بحجج واهية ويستجلب الحروب على لبنان. هذا واعتبرت القوات أن وحدة الموقف المسيحي لا تتطلب لقاءات فولكلورية للصورة تارة والابتزاز حليفا طورا. النائب ضاح الصادق يتحدث لبرنامج الحدث من مطار شارل دوغول في باريس أثناء عودته من لقاءات وفد المعارضة في واشنطن، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لم تطلب من الوفد التجاوب مع الحوار، ومتحدثا عن ملفات مهمة جرى النقاش فيها مع الإدارة الأمريكية وهي الملف السوري وملف الجيش اللبناني وملف الحرب ودخول لبنان اللائحة الرمادية. لا أكيد من طلب الانتفاع الحوار موقفنا الحوار معروف. نحن رحنا على واشنطن بنقاط واضحة كانت، ونحن كنا بمعظم الوقت نحن عم نوصل وجهة نظرنا للإدارة الأمريكية. اليوم أكيد أنه موضوع الرئاسة موضوع جدا أساسي، والإدارة الأمريكية بهذا المحل أبدت حرص كبير على ضرورة انتخاب رئيس. الشيء الوحيد اللي كان بيجمع بيناتهم أنه ضروري تنتخبوا رئيس بسرعة، لأن المنطقة رايحة على مفاوضات، وهذه المفاوضات إذا كان كرسي لبنان فاضي فيها يعني لبنان رح يكون بعيد عن كل الاتفاق اللي عم بيصير. مش مقبول أن يكون عم ينحكى عن مستقبل منطقة كاملة من دون رئيس جمهورية. أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر يرى من برنامج الحدث ألا تعارض بين اتفاقية الهدنة والقرار 1701 اللذين طرحهما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، مشيرا إلى أن دعوته هذه تتزامن مع معلومات عن ضرورة الذهاب إلى تسوية الاتفاق السياسي لوقف إطلاق النار وتتفقي على على البنود الأخرى كيف بتطبقيها، واللي جزء منها عم ينحكى فيها بشكل واضح صار. نعم. هل هذا الكلام كان بالتفاهم مع الرئيس صبيح بري ما هيك؟ لأنه هو كان بلقاء معه. الجواب على هذا السؤال كان بكلام الرئيس بري تاني نهار للشرق الأوسط. أنه؟ نفس المضمون حكي بالعمق وبالمضمون. بعتقد أنا حزب الله منه حزب يعني آخر شيء هيك منه بعيد عن الذهاب إلى هذه التسوية المقبولة. تمام، لا أظن أنه هو بعيد ولا هو كمان، وبعتقد اللي بيراقب هالست سبعة أشهر وهيدي مش بشهادة يعني في مسؤولية كبيرة كان عم يتعاطى فيها حزب الله رغم كل شيء. عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير أكد عبر برنامج هنا بيروت أن التكتل سيحضر جلسة الخميس التشريعية من مبدأ عدم حضور كل الجلسات، لكنه لم يتخذ قراره بعد بشأن التصويت لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. نحن أخذنا التزام على أنفسنا عدم التغيب عن أي جلسة تشريعية أو انتخابية. أما فيما خص مسألة التصويت على القوانين، نحن أخذنا قرار التصويت على قانون الدفاع المدني اللي هو مطلب محق، ونحن موقفنا إلى جانب أبنائنا بالدفاع المدني. هناك 2124 عنصر بالدفاع المدني أكيد مش رح نقبل أنهم ما ياخذوا حقوقهم. أما مسألة اقتراح القانون المتعلق بالمجالس البلدية والاختيارية فالتكتل لم يحسم القرار بعد، ولا زال البحث قائم بين الأعضاء، وسوف يكون لنا موقف رسمي من التمديد داخل الجلسة. ومع هذا الخبر نأتي لختام الجولة على المشهد السياسي. رامز، شكرا لك. شكرا لك.